بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني الخير كله عليه نشكره جل وعلا ولا نكفره ونخنع ونخلع ونترك من يكفره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفي نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد للكافرين ملحق ونشهد أن سيدنا وعظيمنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا ودليلنا على الله عز وجل الرحمة المهداة والنعمة المسداة للعالمين نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على هذا النبي الكريم صلاة تدوم بدوامك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين ما بعد أيها الإخوة المؤمنون نواصل إن شاء الله ما كنا بصدد حول أمراض القلوب وقد تكلمنا في الدرس الفارق عن مرض من أمراض القلوب وهو الغضب واليوم إن شاء الله نتكلم عن مرض آخر وهذا المرض هو نتيجة الغضب لأن أمراض القلوب لها علاقة فيما بينها مرض ينتج عنه مرض واليوم إن شاء الله نرى الحقد والحقد هو وليد الغضب إذا كان الغضب الذي هو مرض في قلبك فلا بد أن ينتج عنه الحقد والحقد هو مرض من أمراض القلوب ينطوي القلب عليه ينطوي قلب العبد المؤمن على البغضاء والعداوة والشحناء والحقد لا لله بل لعجزه عن الانتقام من عدوه الحقد هو حاصل في القلب لكن نتيجة ماذا؟ هو نتيجة الغضب لكن هذا الحقد هو لا يكون لله ليس هو لله وإنما كان هذا الحقد في قلبك أو في قلبي نتيجة عجزي عن الانتقام من عدو وهذا مرض خطير تنتج عنه أيضا أمراض تنتج عنه أمراض كثيرة منها أولا الحسد إذا كان هذا القلب المرض متمكن في القلب ينتج عنه أيضا الحسد هو درجات ذلك الشيء درجات الغضب الحقد ينتج عنه الحسد ينتج عنه غيره من الأمراض نتيجة الحقد الحسد والحسد هو طلب زوال النعمة على المحسود لأنك لما حقدت قلبك عليه تمنيت أن تزول كل نعمة أسبغها الله عز وجل عليه وهذا مرض خطير يقول الله عز وجل في أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في إحدى اثنتين رجل آتاه الله القرآن يقوم به الليل ورجل آتاه الله المال فسلط هلكته في سبيله هذا هو عشق حسد الإنسان أما أن يكون في قلبك الحقد ثم ينتج عنه الحسد الذي معناه هو تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم هذا نتيجة من نتائج الحقد النتيجة الثانية من نتائج الحقد هذا المرض لأن كل مرض يفرخ في القلب النتيجة الثانية هي الشماتة شماتة بأخيك المسلم الذي حقدت عليه فتفرح لما تصيبه النوائب وتصيبه
المصائب يفرح قلبه، وهذا من صميم قوله سبحانه وتعالى: وإن تصبهم حسنة وإن تصبك حسنة تسؤهم، وأن تصبك مصيبة يفرحوا بها، أن تفرح بالمصائب التي تنزل على أخيك المؤمن. وهذه أمراض خطيرة لا ينتبه الناس إليها، الناس في فوضى يتحركون ويروحون ويغدون ولا يوالون إلى هذه الأمراض، وهي سبب الفتن في هذه في هذا الزمان. سبب الفتن في هذا الزمان هي أمراض القلوب، القلوب مرضت. النتيجة الثالثة للحقد هو الهجر، أنك لما تحقد على هذا الإنسان تحسده، ولما تحسده تتشمت به، ولما تتشمت به تهجره إلى مكانه. إذا لم تزل النعمة عليه انتقلت إلى ماذا؟ فانتقل لمرحلة ثانية اللي هي الشماتة. فإذا لم تتحقق هذه الشماتة انتقلت إلى مرض آخر هو الهجران، تهجره وتقاطعه، وهذه كلها ذنوب ومعاصي نعوذ بالله عز وجل منها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلقى هذا ذاك، فيعرض هذا عن ذاك، ويعرض ذاك عن هذا. بل ورد في أحاديث أخرى أنه في ليلة النصف من شعبان، وهي أحاديث حسنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها أن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فينظر إليهم نظر الرحمة ونظر المغفرة، فيغفر للجميع إلا المتشاحنين. المتشاحن والعاق، هذا لا يغفر الله عز وجل له. فيقول في حق المتشاحنين: أنظر هذان حتى يصطلحا، خلي وجهه، لا تشملهم مغفرتي حتى يصال، حتى يصطلحا، فإن لم يصطلحا لا تشملهم مغفرة الله عز وجل في هذه السنة، يخوف السنة أخرى. هذه مصيبة، مصيبة الهجر مصيبة، وهي كثيرة بين الناس، ناس يقاطع بعضهم البعض ويهجر بعضهم البعض، وهذه كلها أمراض وانتصارات الأنفس والخبيثة والمريضة. النتيجة الرابعة من نتائج الحقد الاستصغار. يصبح الإنسان الذي في قلبه الحقد دفينا يستصغر جميع الناس ويحتقرهم وينظر إليهم بعين النقص وبعين الإزدراء وبعين الاحتقار، وهذا أيضا مرض خطير، مرض خطير، لأن الله عز وجل أخفى أولياءه من خلقه. إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا، وأخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعاصي شيئا، وأخفى أولياءه بين خلقه فلا تحقرن من مخلوقات الله عز وجل أحدا. ربما هذا الذي ازدريته واحتقرته واستصغرته رب أنه له مكان عند الله سبحانه وتعالى، إله هو من أوليائه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر الإنسان المصاخ ولابس لباس، ربما لا 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 كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث تنبو عنه العيون، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. يبر الله القسم، يقول يا ربي والله تتنزل الشدة لا تنزل، يا ربي والله تتنصرنا انصرنا الله عز وجل. كما كان البراء بن عازب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره كان يقسم على الله بالنصر فينتصر المسلمون. وملي كثروا عليه الصحابة في هذه القضية القسم في هذه الغزوة، أقسم قال: والله أقسم عليك أن تنصرنا، وملي تنصرنا أن تقبضني إليك، اطلب الشهادة في هذه المعركة. وفعلا نصر الله المسلمين في هذه المعركة وما شيء، يبقى يقال السوء عشان قاعد الفضول، يقول البراء بن عازب يقسم على الله ويضر قسمه ويعرف وين الناس بهذا، لأن الناس كانوا يتسطرون من الكرامات التي يكرمهم الله عز وجل بها كما تتسطر العذراء في قدرها. وفي ذلك قال أحد الشعراء: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط لا تبدي إلا المساوية. عين الرضا